وش رايكم خلينا نروح الى لوس انجلوس الى مراسلة صباح العربية هناك ديما طايع وتفاصيل اكثر عن المناظرة التاريخية بين ترامب وهاريس وعن اخر اخبار سيئة لترامب او اخبار سيئة لترامب. يسعد مساك يا ديما، تفضلي. يسعد مساكم. بالفعل ننتظر غدا مناظرة تاريخية هي الأولى وقد تكون الأخيرة بين دونالد ترامب وكاميلا هاريس، الاثنان يعولان عليها، على أحدهما يتقدم قليلا على الآخر. لكن في أثناء هذا الانتظار خسر فجأة دونالد ترامب قرابة 4 مليارات دولار من ثروته، وذلك بعد انهيار قيمة أسهم شركته للتكنولوجيا والسوشيال ميديا ترامب ميديا أند تكنولوجي، فقدت أكثر من قرابة ثلثي قيمتها السوقية. قيمة أسهم ترامب في الشركة التي كانت تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار وصلت تقييمها الآن إلى مليارين، ما يعني أنه خسر قرابة 4 مليارات من ثروته. خسر أكثر من 4 مليارات من ثروته، وخسر أيضا مركزه في قائمة بلومبرغ لأصحاب المليارات. بالتأكيد هذا خبر غير سار، ولكن هل كان بالفعل غير متوقع؟ بعض الخبراء يرون أنه كان متوقعا، لأن تقييم الشركة منذ الأساس كان تقييم غير منطقي، ويعتبرون أنه لو لم يكن دونالد ترامب يملك هذه الشركة لما كانت وصلت إلى هذا السعر. ولأن أصلا منصة تروث سوشيال التابعة للشركة لا تزال منصة تخسر الأموال، لا تحقق أرباح، كما أن منافستها في السوق منافسة ضعيفة. وبعدين أصلا على ما يبدو أنه ما في كتير سبسكرايبرز يعني أو ناس أصلا بيستخدموا تروث سوشيال للأسف يعني، فهذا اللي أدى إلى انخفاض سعر السهم إلى هاي الدرجة الكبيرة. عموماً يعني أتوقع هي كلها أيام معدودة، وقد يفرح ترامب وينسى هذه المأساة المادية بانتصاره، أو تزيد مأساته أكثر. ويمكن إذا ربح يصير في حركة على تروث سوشيال وترجع أسهمها تطلع ويحقق يرجع اللي خسره. طيب خلينا ننتقل أيضا ديما إلى الموضوع الآخر عن حرائق كاليفورنيا المستمرة والتضاريس التي تقف عائقا، ما هي التفاصيل؟ بدأت الحرائق نهاية الأسبوع الماضي. طبعا كاليفورنيا تشهد موجة حر ودرجات حرارة غير مسبوقة. الحريقان الأكبر هما في جنوب الولاية، الأول في مقاطعة سان برناندو في الجنوب الشرقي، وهو الحريق الأكبر. اتسعت رقعته الآن إلى أكثر من 20,000 فدان، تم إجلاء الآلاف، وأضعاف هذا الرقم مهددون أيضا بأن يضطروا إلى إخلاء منازلهم في أي وقت. الحريق الثاني هو في مقاطعة أورنج كاونتي جنوب لوس أنجلوس. هذا الحريق يتسع بسرعة كبيرة، خلال ساعات غطى أكثر من آلاف الفدانات خلال ساعات. أكثر من 2000 من عناصر مكافحة الحرائق مستنفرون، بالإضافة إلى دعم من الحرس الوطني National Guard، يستخدمون آليات إطفاء الحريق بالإضافة إلى الطائرات وحتى الجرافات في محاولة لاحتوائه ومنع تقدمه. لكنهم أعلنوا أنهم حاليا في هذه المرحلة الأولوية هي إخلاء السكان وحمايتهم، خصوصا نحن نتحدث عن مناطق جبلية ومناطق وديان وتلال. هذه المناطق السكنية متداخلة مع الطبيعة والمناطق الحرجية بشكل كبير، ويكمن التحدي أيضا في درجات الحرارة التي يتوقع أن تستمر حتى يوم غد. يعني التحدي لن يكون سهلا خلال الساعات والأيام القادمة. بالفعل، شكرا جزيلا لك يا مراسلتنا ديما طايع من لوس أنجلوس.